هديتا رستا 13/8/2012. هذا آخر مستودع دواء للمدينة تم استهدافه بالمدفعية ورجمان الصواريخ. أحد عناصر هيئة حماية الثورة في مدينة الرستن يقومون في تعبئة الأدوية والحرص عليها من النهب والسرقة من موالين النظام. شلتوا انتوا هون؟ هون بحماية الأدوية وركزنا في مستودعات. حتى الحين المسألة خلي نشوف الدول الإسلامية هلا باجتماع للدول الإسلامية خلي يشوفوا إنه الحليب ما عم يسلم من نظام بشار الأسد. حتى الحليب لأنه بده يقطعوه على الأطفال بده